دعا كيليان مبابي النجم الكروي الفرنسي الشهير عبر تغريدة على تويتر إلى إنهاء الاحتجاجات العنيفة في فرنسا، مقدما تعازيه لأسرة الفتى نائل الذي قتل برصاصة في الرأس. أشار مبابي أن العنف لا يحل أي شيء. كان مبابي قد غير تصريحاته بسبب مقتل الشاب نائل الذي أشعل الشوارع الفرنسية غضبا، وسبق وغرد على تويتر قائلا: بلدي فرنسا يؤلمني، الوضع بات غير مقبول، كل مشاعري وأفكاري مع عائلة وأحباء نائل، هذا الملاك الصغير الذي رحل مبكرا جدا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.